أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر ابن حجر رحمه الله حديث من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم. ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور؟ يقول: ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور درس الفجر؟ إراده من صنع إليه من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إيه نعم. ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور؟ نعم نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا ما رأيته في كتاب الأيمان والنذور. نعم.